اختتم برنامج كفو حلقاته التي استمرت طيلة أيام النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك بنجاح باهر حصد العديد من الإشادات المحلية والإقليمية والدولية. نعم، برنامج كفو برنامج إنساني كرم من استحق التكريم ليضع بحق غامات خلاقة حققت إنجازات معنوية وملموسة يدفعها الوازع الوطني وإظهار القيم والعادات البحرينية الأصيلة الراسخة في كيان الصغير قبل الكبير. لا يجازى الإحسان إلا بإحسان يماثله ويفوق عليه بمقدار الإنجاز والجهد والعمل الذي كان لفعل الخير ومساعدة المحتاج ونصرة المكلوم والمظلوم، وحتى في رسم البهجة والبسمة على كل وجه لازمه البؤس وعلى كل قلب سكنه الحزن، بل وعلى كل عقل أرهقته تقلبات الحياة، النصيب الأكبر من وراء بذله بهمة نفس سكنها الضمير الحي وأقامت في دواخل فؤادها صرحا ساكنا لمبدأ عيش ثابت يرفع شعارا إنسانيا ساميا مفاده جميل أن تسير جابرا للخواطر أينما حللت وكنت، يجيء النفع معك ويحضر جزيل الجود والفائدة بصحبتك. اصنع في ذات المحتاج كبرياء لانكسارا، فالباحث عن الأمل في محيطه جميل أن يلقاه الطالب للأجر بتقديمه، فالفضل بيد ذي الفضل، والإنسان مرسول وساطة لري جذور ومنابت القدر البهي. انت كفو، كلمة مدح مأخوذة من الكفؤ في اللغة العربية الفصحى، وهو المعنى الذي يوضح حسن صنيع الطاقة البشرية التي تعطي دون مقابل وتمنح دون انتظار منها لكلمة الشكر. كفو ليس مجرد اسم لبرنامج خيري اختير بعناية، بل هو نافذة برزت من خلالها تلك الوجوه المشرقة والهامات الوطنية الخيرة التي كان لها عميق الدور في رسم أبهى ملامح التكافل المجتمعي الذي يتمتع به المنتمون لتراب أرض الخلود، فهي شخصيات بحرينية استوجب الوقوف عندها وعند مبادراتها ولفتاتها الرحيمة لتكون نموذجا من التوادي والتحابب والتآخي بين النفوس مجتمعة ممن تقاربت أرواحها وتآلفت دون موعد أو مقدمات. بحرين بخير، بأهلها، بحكوماتها، بشعابها، بملكنا، من حمد الله البحرين بخير. بحرين عظيمة، وين ما تروح الناس يحبون عمل الخير. ما في أجمل من هالبلد حقيقة، أقول لك بحرين بلد العطاء. الله يحفظ البحرين وعيالنا، ونشوف عيالنا من أحسن الناس، وعندهم تطور وعندهم رؤية وعندهم ثقافة، والله يحفظهم جميعا ويحفظ البحرين يا رب. الواحد مهما قدم أو عطى حق الديرة، يعني مهما تكون هاي ديرتنا في عيوننا إن شاء الله. أهل البحرين هم اللي كفوا، وهم اللي كفوا ولهم وقفات وأكثر من كذي وقفات، فهاي أهل البحرين هم الكفوا. فريق عمل انت كفو استطاع أن يخرج بخمس عشرة حلقة شدت انتباه المشاهد وحركت فيه مشاعر الفطرة الإنسانية التي تتأثر عند رؤية القصص الملهمة. فريق إخراج قدم عملا مبهرا فكرة وتنفيذا لينجح في الوصول إلى قلوب المتابعين من داخل البحرين وخارجها، ويحظى بإشادة واسعة من قبل مختلف الفئات والأطياف محليا وخليجيا وعربيا. برنامج انت كفو برنامج إنساني احترافي من الدرجة الأولى، كرم من استحق التكريم بطريقة لبقة متوازنة ليوضع بحق قامات خلاقة قامت بإنجازات معنوية وملموسة يدفعها الوازع الوطني وإظهار القيم والعادات البحرينية الأصيلة الراسخة في كيان الصغير قبل الكبير. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.